السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي شعبة علوم وشعبة رياضيات. بدأنا معكم الحلقة الأولى في الكيمياء العضوية، وإن شاء الله دي الحلقة الثانية. كانت بداية مقدمة معلومات عامة، عرفنا إن اليوريا وهي مادة عضوية تم استخراجها من مادة غير عضوية لا تتكون داخل جسم الإنسان زي ما العلماء قالوا، ولكن فولر جه أثبت صحة إن المواد العضوية والمركبات العضوية يمكن أن نستخرجها في المختبرات. خلاص، وبالتالي هنبدأ النهاردة إن شاء الله أول جزئية في الكيمياء العضوية، الهيدروكربونات. الهيدروكربونات إيه هي الهيدروكربونات؟ الهيدروكربونات مركبات عضوية تحتوي على كربون وهيدروجين. شوفوا اللفظ كده، كربون وهيدروجين، يبقى أي مركب فيه كربون وهيدروجين بصفة عامة فقط يبقى اسمها الهيدروكربونات. في أليفاتية وفي أروماتية. نبدأ نشرح في الورق حالا إن شاء الله، بس لما ناخد المخطط العام عشان ما نضيعش فيه وقت. يبقى الهيدروكربونات أليفاتية وأروماتية. الأليفاتية قد تكون سلسلة مفتوحة لا حلقية، ما فيهاش حلقة، وقد تكون حلقية مشبعة. خلاص، أما الأروماتية فبتبقى حلقية غير مشبعة، وبتبقى إيه فيها روابط داخل الحلقة نفسها. هنا بنقول مشبعة ما فيهاش روابط، الغير مشبعة بيبقى فيها روابط إيه كيميائية. نخلينا في الجزء اللي هنبدأ فيه حالا، وهو المفتوحة أو السلسلة المفتوحة اللا حلقية اللي هنبدأ فيها. في حاجة اسمها صيغة عامة للألكانات، مفردها ألكان، ألكينات مفردها ألكان ألكاين. خلاص، والكاينات مفردها إيه ألكين. الكلام ده نشرحه كده في الورقة ببساطة عشان نعرف بس بعض أمور كده في الكيمياء العضوية، نتابع مع بعض كده. بصوا معي هنا، في ألكان مفرد اهو، مفرد اسهل شوية. خلاص، الكين الكين الكاين، يبقى الفرق ايه؟ في حاجات هقول لكم عليها الوقت. الكان نهايتها الف ونون، الكين يه ونون، الكاين الف ويه ونون، يبقى زي ديت بس قبلها الف، هنا الف ونون فقط. دي ربطة واحدة ما بين ذرات الكربون وبعضها، دي ربطتين، دي ثلاث روابط. نركز بقى في اللي عايزين نقول. ايه الصيغة العامة؟ CnH2n زائد 2. دي نركز عليها قوي قوي قوي. ليه؟ لان في تطبيقات هنشتغل عليها الوقت. يعني ايه تطبيقات؟ اولا الكيمياء العضوية بيعتمد الاسم على عدد ذرات الكربون، يعني ذرة كربون واحدة، ذرة كربون واحدة يبقى ميس. طب وقفت ليه كده وقلت ميس؟ لأن بالنسبة لأول نوع هتبقى اسمها ايه؟ ميسان، هنضيف عليها ألف ونون. طيب ذرتين كربون، ها يبقى إيس، اسميها ايسان. طب انا عايز الرمز بتاعها، اطبق القانون بتاعها، سي ان اتش 2 ان زائد 2، دي اسمها الصيغه العامه. اسمها الصيغه العامه. طب ما نطبق كده على الميس. ميس يعني ذره كربون واحد، هو الميسان يعني ذره كربون واحده. اتفضل، ده واحد ما بيتكتبش، اتش 2 في واحد ب 2 زائد 2 يبقى 4. هل ده الميسان؟ خدناه في اولى ثانوي وثانيه ثانوي كيمياء. طب نجيب ايسان كده، ايسان ايس يعني 2، ايس يعني 2 ذره كربون، ميس يعني ذره كربون واحده، ايسان يبقى سي 2. طبق على طول يلا معايا وطبقي معايا، سي 2 ها مكان الان، اتش 2 في 2 ب 4 زائد 2 يبقى 6، هو ده الإيسان. طيب ثلاث ذرات كربون، ثلاث ذرات كربون، الكلام ده يتفهم الأول وبعد كده يتحفظ ضروري.
نبقى عباقرة في الكيمياء العضوية إن شاء الله. وأنا بفضل برضو نمشي أمورنا في الكيمياء العضوية شوية على أساس نحاول نخلصها لكم قبل ما الدراسة تبدأ إن شاء الله، ونحل عليها البوكلت بتاعتها مع التوالي بالنسبة للأبواب الأولانية إن شاء الله. بس هنكتر شوية كيمياء عضوية على أساس إيه؟ نبقى شاطرين في الكيمياء بصفة عامة. ثلاث ذرات كربون يعني بروبان. طب نطبق C6 C3 ثلاث ذرات كربون C3 H 2 في 3 ب 6 و2 8 هو ده البروبان. طيب أربع ذرات كربون، ها يبقى بيوت وقف. بيوتان. طيب نجيب الصيغه الجزيئيه بتاعت سي 4 يعني بيوت، ل 2 في 4 ب 8 و2 10، 2 في 4 ب 8 و2 10. خمس ذرات، نقف لغايه 6 النهارده عشان نكمل بس ايه الالكان والالكين والالكاين، الفرق بينهم بسرعه. خمس ذرات كربون هتبقى بنت وقف كده. عشان هتبقى بنتان مضيف ألف ونون. طيب ما تيجي نجيب الصيغة الجزيئية بتاعت C5 H 2 في 5 ب10 و2 12 ده بنتان. 6 هكسان، 6 ذرات كربون، 6 ذرات كربون يبقى هكسان. هكس لما نيجي ندخلها في المركب هتبقى هكسان. طب نشوف الهكسان نظامه ايه؟ C6 H 2 في 6 ب 12 و2 14. يبقى عرفنا بداية الكيمياء العضوية وأساسياتها، وبدأنا نتكلم عن مين؟ الألكان أول حاجة، وقلنا الصيغة بتاعتها وطبقنا عليها شوية مركبات. نيجي للألكين CN H 2 N فقط. يعني ايه؟ CN والألكين ما ينفعش ذرة كربون واحدة. ليه؟ لأن الرابطة الثنائية لا تتكون إلا بين ذرتي كربون، يبقى بداية الألكين من ذرة رقم 2، هنا بدايتها من 1. ليه؟ لأن رابطة تساهمية أحادية ينفع بين الكربون ومين؟ الهيدروجين. يبقى فهمنا بدأنا بالاتنين هنا، وبنبدأ منين؟ من الاتنين. طب هنا الصيغة العامة CN H 2 N ناقص 2، نركز كده في الصيغة العامة في التلاتة، واديتكم أساس الكلام بنبدأ من ذرتين كربون. يعني هنا في الألكين ما ينفعش أقول C1، يبقى بدايتنا 2، يعني إيسين الاسم أهو إيسين. طب أنا عاوز أجيب الإيسين اللي ليه الاسم الشائع الإيسيلين، ونركز مع بعض عشان نبقى شاطرين وعباقرة في الكيمياء العضوية والكيمياء بقى بصفة عامة. خلاص يبقى الوقت هنا إيسين أو الإيسيلين، نظامه إيه بقى؟ نطبق، قلنا بنبدأ إيس يعني 2، يبقى سي 2 إتش 2 في 2 ب 4، هو ده فعلا الصيغة الجزيئية لمين؟ للإيسيلين. طب ما نيجي نبص برضو نجيب المثال هنا، المثال سي 1 ما بيتكتبش، اتش 2 في 2 خلاص 2 في 1 ب 2 زائد 2 يبقى 4، هو ده الميثان. وخدناه في السنوات اللي فاتت زي ما قلنا. طب ايه نظام الميثان؟ قلنا الحصه اللي فاتت ان ذره الكربون رباعيه، يعني في اربع روابط معاها، وزي ما قلت برضو في الحلقه الماضيه ما ينفعش تتفاعل او تتعامل الا بالاربع روابط الاحاديه، او ربطتين زي ما هنشوف دلوقتي، او ثلاث روابط المهم بتتمم نظامها الكيميائي. خلاص، وطبعا قاعدة برضو، ما هي الرابطة في الكيمياء؟ اي خط مستقيم يصل بين اتنين الكترون، اساسيات الكيمياء العضوية. اي خط مستقيم يصل بين اتنين الكترون، ولذلك لما نيجي نكسر الرابطة بنرد الكترون لهذه الذرة، والكترون لهذه الايه الذرة. إن أساس الرابطة في عالم الكيمياء العضوية والكيمياء بصفة عامة هي خط مستقيم يصل ما بين إيه؟ اتنين إلكترون.
طيب نشوف الايسين او الايسيلين، ده الميثان خلاص ايه رابطه تساهميه احاديه، زي ما قلنا هنا رابطه تساهميه احاديه، هنا ثنائيه، هنا ثلاثيه. طب نشوف النظام ده واعرف من هنا اللي هي احاديه. تعالوا كده نمشي خطوه خطوه كان ما اعرفش حاجه. ها نعمل ذره كربون وذره كربون، هنا اربعه هيدروجين هيتقسموا على الاثنين، يبقى كل واحد ليه نصيب اثنين هيدروجين. انا نفسي بعمل ها ان انا ما اعرفش حاجه بداية اهو، ازاي اعمل الصيغة البنائية للايسيلين او الايسين. نبص على الكربون كده، ينفع كربون يبقى فيه روابط ثلاثية؟ لا. ينفع يعمل لي رابطة ثنائية مع الهيدروجين؟ لا طبعا. يبقى بعمل رابطة ثنائية مع اللي زيه، والاتنين خلاص حلوا مشكلتهم برابطة واحدة بس ما بين الاتنين. لو عدينا الطرف الناحية اليمين فعلا اربع روابط، لو عدينا الطرف الناحية الشمال اربع ايه روابط. يبقى عرفنا رابطة تساهمية ايه ثنائية في الايه في الايسين او الايسيلين. نيجي للالكين. طيب هنقول ايه الكاين؟ الالكاين الحكاية بدايته من اتنين مش واحد، ما ينفعش. يبقى ايساين، بنطبق نفس القانون اهو على نفس الوزن، ايساين او الاستيلين، الاسم الشائع الاستيلين ولنا حصة في التسمية، ايساين او الاستيلين. طب نجيب بقى القانون بتاعها كده، بنبدا ايس يعني 2، يبقى سي 2 اتش 2 في 2 ب 4 ناقص 2 يبقى 2. لكن ده رمز الايساين، سي 2 اتش 2. طب ما نشوف برضو نعمل نفس النظام كده، ما نشوف الروابط بتيجي ازاي، ذره كربون مع ذره كربون، نصيب كل ذره كربون واحده قدرها كده، نصيبها كده. طب هتعمل ايه؟ ينفع كده تعيش بربطتين؟ قلنا لا، قلنا مطبقة الشرع على أربعة، أربع روابط. طب إيه الحل؟ بيعملوا رابطة هنا ورابطة هنا، ثلاث روابط؟ يبقى رابطة تساهمية إيه ثلاثية. يبقى الوقت هنا الكربون لو بصينا ناحية اليمين ها في ثلاثة أذرع، وذراع على اليمين يبقى إيه رباعي، يبقى في أربع روابط. لو بصينا لذرة الكربون مع الهيدروجين نفس الكلام، يبقى خلاص الوقت هنا رابطة تساهمية إيه ثلاثية. يبقى الهيدروكربونات الألفاتية تنقسم إلى الكان، الكين، الكاين. توضيح ده مهم جدا، بسيبه لكم على الكاميرا اهو شوية، نبص عليه ونذاكره ونكتبه ونفهمه على أساس نبقى شاطرين بجد. يبقى دي التصنيفة اللي عندنا بالنسبة للألكان اللي سموها بارافينات، أوليفينات اللي هي الألكاين، خلاص الألكين، الألكاين اللي هي الإيه؟ الأستيلين أو الأستيلينات. الصيغة العامة خلاص، ترتبط جميع ذرات السلسلة الكربونية بروابط أحادية قلناها وشورنا عليها في الايه في الميثان والإيثان. طيب هنا روابط مزدوجة، إيسين، بروبين، بيوتين، أي حاجة نعملها بتعمل الرابطة بتاعتها. توجد روابط ثلاثية، إيسايين، بروباين، وهكذا. يبقى الوقت هنا الرموز أو الكلام اللي احنا قلناه من شوية، ميس يعني واحد، ذرة كربون، إيس اتنين، بروب، وعاملين شرطه كده ليه؟ لان حسب الالكان او الالكين او الالكاين. يبقى الوقت هنا ميثان ما بتنفعش الا مع الالكان، ايس بتبدا مع الالكين والالكاين، ايسيلين خلاص، بروبين ها، بيوتين، بنتين او بنتان لو احنا اتكلمنا على الالكان، خمسه، سته هيكس اللي احنا عملناه بالورقه لغايه سته، هبتا سبعه، أكت 8، نون 9، ديكو 10. يبقى الوقت هنا خلصنا تصنيفة الهيدروكربونات، وديت الحصة الثانية، بنبدأ جزء بجزء بسيط عشان كله يتابع معانا. وبقولها لكم برضو في حصص تأسيسية في الكيمياء بصفة عامة، وهنعمل فيها المجموعات الوظيفية نتابعها على النت برضو إن شاء الله على قناتي مصطفى رجب خبير العلوم. وما ننساش الاشتراك عشان يوصل لنا كل جديد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.